especially if you're creative and you're gonna work in the creative artistry of what you do هتشتغل فيها to keep being conscious about loving it وان لازم تبقى عارف ان حبك ليها ده قرار والشغل هيخليك ما تحبهاش بس انت ممكن تفضل تحبها لو you make active effort not to forget انت بدأتها ليه ودي اهم حاجة نصيحة بتاع افضل ماسك في رجل البنطلون افضل عض في رجل البنطلون ما تسيبش يعني افضل طول الوقت ماسك في الفرصة عض في الفرصة بتاعتك نصيحتي لل young entrepreneurs كملوا اللي بتعملوه كملوا بالطاقة وبالحماس وبالأفكار المختلفة انصحهم ان هما ما يستعجلوش وان النجاح ما يخليهمش يظهروا لان ده مهم قوي 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 ان انت تدور مبدئيا على مشكلة حقيقية والتست مع ناس او مع potential customers بسرعة جدا ان هما يبقى عندهم اكسبيرينس كافية ان هما يقدروا يبدأوا البيزنس بتاعهم التوقيت مش مهم سواء كان في سن صغيرة او في سن كبيرة مش مهم خالص بالعكس الحاجة التانية المهمة الكونسيستنسي الاستمرارية والكونسيستنسي وعدم استعجال النجاح الفشل طريق النجاح فما يستعجل